في طبعا يعني احنا بنشوف دلوقتي فنانين وفنانات بيعملوا اعلانات لمنتجعات لمنتجات متعدده. مين اشهر الفنانات اللي ظهروا في اعلانات زمان؟ هو بالمتابعه بتاعتي اغلب الفنانات ظهروا، يعني فاتن حمامه وهند رستم واغلب الفنانات ظهروا في الاعلان. بس استاذنكم وقت الاعلان اللي فات عشان في مين؟ انور وجدي وليلى مراد وبيعلنوا عن سجاير. عن سجاير طبعا الاعلانات دي بعد كده تبقى مجرمه واسب، لكن لكن السجاير دي في الوقت ده سجاير فيرجينيه السجاير دي كان بيعلن عنها طبعا انور وجدي وليلى مراد، فحاجه جباره. وهنلاقي تحيه كاريوكا بتعلن عن ده صابون نابولسي فاروق. نابولسي فاروق ليه قصه لطيفه جدا، انه بعد الثوره غير اسمه نابولسي، بس نابولسي شاهين نابولسي شاهين بعد كده. ايوه، ففضل كان بيعتبر نفسه انه صابون بتاع الملك. وبالمناسبه برضو كان في سجاير برضو اسمها الملكيه، يعني برضو بتنسب الى الملك وانه هو اللي بيشربها. وبالتالي كان في صابون وفي سجاير وفي انواع كتير، ويمكن دي تحيه كاريوكا وهي بتعمل، يعني بالمناسبه العلبه دي كلها هي الصابونه. فكان شكلها في منتهى الشياكه يعني، بس كانت حاجه كبيره جدا.